السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات زبيدة. اليوم بإذن الله سأقوم بتحضير كيكة اقتصادية رائعة جدا بالمول العجيب بالبرتقال مع السمن، نتمنى أنها تنال إعجابكم. إذا ابقوا معايا باش تعرفوا عن المقادير وطريقة التحضير. إذا بسم الله ندعو على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غادي يحتاجوا: 125 ميل ديال الحليب، 110 غرام ديال ياغورت بنكهة الفانيليا، 100 غرام سكر سنيدة، 3 المعالق ديال الزيت النباتي معلقة كبار، بيضة واحدة، خمارة، وكذلك غنحتاجو السكر الفانيليا واحدة، قبصة ديال الملح، ثم بضع قطرات من الخل الأبيض، ثم غنحتاجو الدقيق على حسب الخليط. غنخلط الكيكة وغنقول لكم شحال احتاجيت. غنحتاجو كذلك القطع البرتقال قطعتهم دوائر رقاق كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، برتقالة واحدة، غنحتاجو ملعقة صغيرة من ماء الزهر هو اختياري، وغنحتاجو جوج ملاعق كبار من سكر سنيدة. اذا غنضعو على بركة الله. اذا الان بعد ما سخنت لي المقلة غادي نضع البرتقال، صافي كنخليهم حتى يطلقوا الميه ديالهم على نار مهيله. من بعد عاد غنضيفوا ليهم السكر باش ما يتحرقش لينا، غنخليوه حتى التالي. ثم غنضيفوا قليل من ماء الزهر، وقليل من سكر سنيدة، اذا الان بعد ما تعسلوا ولاو بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، غادي نطفيو عليهم النار وغنمروا باش نحضروا الكيكه ديالنا. اذا ندعو على بركه الله. اول شيء غناخذوا البيض، بيضه واحده، الزيت، السكر، الحليب، الياغورت، قليل من الملح، ثم سكر الفانيليا، بضع قطرات من الخل، ونخلط هذه المكونات جيدا. اذا بعد ما تخلطت لي هذه المكونات غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. انا غنستعمل هذا الكاس اللي كيهز 100 غرام. خاصها تكون العجينه بهذا القوام كما كتشوفوا معايا، خاصها تكون خفيفه بهذا الشكل. احتاجيت فقط 200 غرام، يعني كل كاس عندي فيه 100 غرام، درت جوج كيسان يعني 200 غرام ديال الدقيق. اذا الان غادي نضيف الخماره، وغادي نحركو جيدا. اذا انا دهنت المول مسبقا، المول ديال السيليكون دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق باش ما يلصقش ليا. دابا غنوضع القطع ديال البرتقال اللي عسلتها من قبل بهذا الشكل. اذا الان بعد ما وضعت شرائح البرتقال كاملين، دابا غنصب العجين ديال الكيك ديالي.
صافي، وغندخل الكيكه ديالي للفرن مشتعل مسبقا من الاسفل والاعلى على 180 درجه، غنخليها حتى تطيب وغنبقى نراقبها، وغادي نتلاقاو من بعد. اذا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال اليوم بالمول العجيب بالبرتقال مع السل. نتمنى انها تنال اعجابكم الفكره ديال اليوم، وتجربوها ان شاء الله، وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. الى عندكم اي اقتراح او تساؤل الف مرحبا. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على الزر جيم لمساندتي ودعمي على الاستمرارية. كذلك الى كنتو اول مرة كتلتحقوا بالقناة فالف مرحبا بكل واحد انضم للقناة ديالي، تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس حتى تتوصل بكل جديد الوصفات دائما الرائعة والمميزة. كنشكركم على حسن المتابعة والوفاء، ونتلاقاو مع فيديوهات جديدة ان شاء الله في امان الله.